متابعي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. اليوم باش نحضروا لتوقيع اتفاقية شراكة بين ليبي، المدرسة العليا متعددة الاختصاصات سهلول سوسة، وبين جمعية سوسة فيتور وقناة صوت الساحل التونسي. جميع التفاصيل تجدونها في الروبورتاج التالي. مرحبا سي مهدي. مرحبا سي فتحي. عايشك بارك الله فيك. اليوم احنا في ليبي، جينا بور لا سيناتور دو كونفونسيون انتر ليبي اي سوسة المستقبل، كذلك بالشراكة مع الساحل تي في. البروجي هذا باش نعملوه مع بعضنا ومع دوتر ايكول في جهه الساحل ومنظمات، باش نجمو نطوروا ونعرفوا بالمشاريع المستقبليه نتاع كما تعرف نتاع سوسة المستقبل. المشاريع هذه بعد ديكورتيكي من لي زيكول و زيتوديون نتاعكم، من لي زيتوديون و لي بروفيسور نتاعكم، باش ايفونتوالمون تولي نخدموا بها لا فيل انتيليجونت اترافير معناتها لا بارتيسيپاسيون دي زيكول دانجينيور اللي موجودين كيف كيف في سوسة، سواء بيان سور بول تكنولوجيك ولا ليزيكول مختصين في الدومين هذا. اليوم نشرفوا ياسر احنا معاكم، وفرحانين ياسر ان موجودين لهنا. ان شاء الله تكون بدره خير لبلادنا، ان شاء الله تكون بدره خير لكم ولينا زاد كيف كيف، خاطر مستقبل صغارنا ومستقبلنا مربوط بالحكايه هذه اللي لازمها رجال باش تقف السوسه وباش تطور وتوري وتقري وتصور مستقبل البلاد هذه. نشكرك ياسر سي مهدي على حضورك كيف كيف، احنا شرفنا كيما قلت لك ياسر. حاب نعطيك الكلمه باش تقول شنو وجودنا كيفاش وشنو العمليه اللي بتصير توا. بارك الله فيك سي فتحي. قبل كل شيء نحب نرحب بكم، نرحب بسوس فيتور، لاسوسياسيون سوس فيتور، وبساحل تي في. مرحبا بكم في دارنا في ليبي. قبل كل شيء نحب نقول اللي احنا فخورين اليوم باش نكونوا اول مؤسسه جامعيه اللي باش توقع على هالاتفاقيه هذيا بين ليبي و اسوسياسيون سوس فيتور. اتفاقيه اللي باش تدوم ان شاء الله على عده سنوات، وباش تضم برشا ايفينمونات وبرشا تظاهرات وبرشا حاجات اللي كيسرون ميتاتيزي بار سوس تي في. الاتفاقية هي الحقيقة هي البادرة كانت منكم انتوما، ويعطيكم الصحة ساعة على الخدمة اللي تخدموا فيها وعلى تخميمكم في البلاد ككل في تونس وفي المنطقة متاعنا وفي بلادنا وفي مدينتنا سوسة. البروجي نعرف اللي بتبيعتي نعرفك انت، نعرف اللي سا كومونسي ديزاني، وان شاء الله توا باش تصير نقله نوعيه وباش يتطور هالبروجي هذا، وان شاء الله نروح على ارض الواقع قريبا جدا. الاتفاقيه هذه دونك باش تسمح للطلبه نتاعنا وخصوصا طلبه الهندسه المعماريه انه باش يشاركوا في مشاريع واقعيه حقيقيه اللي ان شاء الله راوها تتحط على ارض الواقع في مدينه سوسة لتحسين مدينه سوسة. سي دي بروجي فيتوريست، سي دي بروجي بور لا ميز اون بلاس دو لا فيل انتيليجونت اللي توا المدن الكل اللي تحكي عليها. احنا توا باش نتعداو الارض الواقع باش نشاركوا الطلبه نتاعنا. الطلبه نتاعنا هي فرصه كبيره لهم، فرصه كبيره على خاطر باش يشاركوا كما قلت في مشاريع واقعيه، وان شاء الله يوصلوا يقترحوا مشاريع باهيه اللي نعرفوا اللي احنا في اخر العام باش يصير اختيار احسن مشروع. واحسن مشروع اللي ان شاء الله يبقى بروبوزي للزوتوريتي كومبيتونت لوكال اي ناسيونال باش يتمثل حقيقه على ارض الواقع وتكون فيرتي بالنسبه لنا وبالنسبه حتى للطالب اللي باش يتم اختيار مشروعه. هذا مش معناتها زاد الناس اللي باش تشارك بالمشاريع الاخرى ولا اللي مش باش يتم اختيار المشروع نتاعو اللي باش تستنقص من الميريت نتاعهم، لا، باش يكونوا شاركوا وينجم يكون اختيار المشروع في الاخر ونستوحاو من مشاريع اخرى اللي ما قاعش اختيارها، لكن اون كومبين المشاريع والافكار. وهذا الهدف نتاعنا، والهدف ان شاء الله باش نطوروا كما قلنا مدينتنا ومدينه سوسه وديما نقدموا ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. يعطيكم الصحه ومرحبا بكم. بارك الله فيك سي مهدي. تعدوا كان تسمحوا بس ان سيت كونفونسيون ان شاء الله على الخير وعلى البركه ان شاء الله. تفضل سي مهدي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. مستقبل حسن لينا ولتلامذتنا ولصغارنا إن شاء الله. تفضل. تفضل. مدام سوسة العميري ريسبونسابل بولونغ في إيبي جروب وشيف دو ديبارتمون أنجلي. سوسن اليوم شهدنا توقيع اتفاقية بين ليبي المدرسة العليا المتعددة الاختصاصات وبين جمعية سوس فيتور والساحل تي في، كنت حكينا شوية على الاتفاقية. اليوم احنا سعداء برشا باستقبال جمعية سوس المستقبل وساحل تي في، وهذا في إطار لا سيناتور دو لا كونفونسيون دو بارتناريا افيك نوتر جروب ايبي. دون سو كونتكست الجمعية اقترحت مجموعة من المشاريع اللي الهدف نتاعها هو الرقي والنهوض بمدينة سوسة، ونذكر من بين المشاريع هذه لاميناجمون دو لا بلاس دو لا ليبرتي، كرياسيون دان بول فينانسيي ايكونوميك، كرياسيون دان بور كوميرسيال. بيان سور المشاريع هذه باش يتم انجازها اون كولابوراسيون افيك نوتر جروب ايبي. غراس ا سيت كونفونسيون نو ستوديون ان اركيتكتور برينسيبالمون باش يشاركوا في المشروع هذا، باش يقدموا مجموعه من المشاريع اللي هما اون فيت سو سون ديزيدي دو بروجي فيتوريست بور اون فيل انتيليجونت. هذا باش يكون بالتنسيق والتاطير مع ثله من الاساتذه نتاعنا في ديبارتمون اركيتكتور، وايضا لي اركيتكت المشاركين والمساهمين في المشروع الكبير هذا اللي الهدف منه هو تطوير مدينة سوسة، إنشاء فضاءات تجارية وترفيهية، وتحسين البنية السياحية والجمالية لمدينة سوسة. إن شاء الله لاني بروشين باش يتم تتويج مجهودات الطلبة نتاعنا اي نو زالون انونسي لي بروجي لوريا. بالمناسبة نحب نشكر جمعية سوسة المستقبل على البادرة الحلوة هذه وساحل تي في، واحنا عندنا ثقة كبيرة في الطلبة نتاعنا اللي يعودونا ديما بالتألق والتميز نتاعهم. ان شاء الله باش يقدموا مشاريع ممتازة وناجحة، ونتمنى لهم حظ موفق. شكرا عايشك. ميرسي. مرحبا. مهدي الماجري مدير المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بسوسة. سي مهدي، اليوم شهدنا توقيع اتفاقية بين ليبي وبين سوس فيتور والساحل تي في، اليوم نحب نعرف أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لكم انتم. هي اتفاقية مهمة جدا بالنسبة لنا للطلبة، للطلبة الهندسة المعمارية، لكن سيتم تشريك أيضا طلبة الأقسام الأخرى، بما أننا نحكي على سوس لافيل انتليجونت، دونك اللي هي ماهيش كون كان هندسة معمارية، سي توت ان انسومبل دو كومبيتونس كي فون ات ميز à la disposition de ce projet. ونتمنى النجاح لهالاتفاقية هذه، ونتمنى سورتو التوفيق لكل الطلبة نتاعنا اللي باش يشاركوا في المشاريع اللي تخص هالاتفاقية هذه. سي مهدي شكرا. سي فتحي مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا. اليوم كنا حاضرين في توقيع اتفاقية بين ليبي المدرسة العليا متعددة الاختصاصات سهلول سوسة وبين جمعية سوس فيتور وقناة صوت الساحل التونسي. أهمية هذه الاتفاقية والآفاق نتاع الاتفاقية، وفماش اتفاقيات أخرى؟ مرحبا بكم. ساعة ماني فرحان ومتشرف ياسر اني اليوم في ليبي، وانه الحقيقة ثم عباد ولات تفهم ولات واعية بالمستقبل البلاد هذه. ثاني حاجة، ليبي كانت في الطالعة، واول مدرسة صحت على الكونفونسيون هذه. صحيح عنا مدارس اخرين يطلعوا باش يصحوا ويطلعوا باش يشاركونا ويطلعوا باش يكونوا معنا، لكن نسجل انه ليبي كانت اول مدرسة، قول اول مدرسه شاركت وباش تشارك في العمليه اللي قمنا بها. الحقيقه بكل فخر نقولها، ونقولها كذلك للناس اللي باش تشارك وعازمه باش تشارك معنا. إلي طون الحقيقه وضع بلادنا تعب شوي،
لكن ما نجموش نمشيو في نفس النسق نتاع العيشه نتاع بلادنا. احنا ناس تخمم المستقبل، والمستقبل يعمل اجيال القدام، والمستقبل هذا يهم ناسنا اللي عايشه اليوم، اليوم وغدو بعد غدو. دونك اي طون دي بونسي. واخر حاجه نجم نقولها هي دعوه، دعوه للمنظمات اللي باش تشارك واللي ماهيش باش تشارك، دعوه للمدارس والفاكولتي وكل مهم البلاد هذه، دعوه لرجال الاعمال اللي مازالوا يستناو وما نعرفش فاش قاعدين يستناو، دعوه لكل ما ينجم يساهم في تطوير مدينه سوسه. ندعو سيكو اللي هي لاهيه كذلك بالاميناجمون دو لا فيل فيتور دو لا فيل سوس باش تدخل في اسرع وقت في المنظومه هذه، خاطر تشمل منظمات وتشمل جمعيات وتشمل مدارس ومعاهد، وهذا يهم الناس الكل. دونك كاني نقول اللي وقيت باش نشدوا اليد في اليد مالغري تو لي بروبليم والصوائب باش نقدموا القدامى بعضنا. ولي اول مره ما ثماش اطماع سياسيه، ما ثماش اطماع نقديه فلوس، وما ثماش أدمع ذاتية. دونك ادخلوا في بروجي ما فيش أطمع، لكن ملزمين باش تعطيو من وقتكم من جهدكم، وإيفونتويلمون كان نزم من فلوسكم يا رجال الأعمال باش نجموا تقدموا البلاد اللي عايشين فيها وتربحوا فيها المليارات، ونكلم فيكم بالذات وتسمعوا فيه. ونشكركم ياسر على رحابة الصدر كيك يقولوا، ونتمنى لكم كل خير على كل حال في بلاد مزدهرة اللي باش نعيشوا فيها الناس الكل. شكرا. عايشة برك. شكرا.